نجدد التحية. صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين دولة متلاعبة بالعملة في خطوة ستزيد من التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين بلدينا. وقالت الوزارة إن وزير الخزانة ستيفن مونتشين سيتواصل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين. وتأتي الخطوة الأمريكية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى 7 مقابل الدولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. لمزيد من التفاصيل والتعليق تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الصينية. دكتور نادية، أرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. وما هي أهمية هذه الخطوة أن تصنف وزارة الخزانة الأمريكية الصين دولة متلاعبة بالعملة، وما الضرر الذي يمكن أن يقع على الصين جراء ذلك وجراء هذا البلاغ إنجاز التعبير لصندوق النقد الدولي من قبل الولايات المتحدة؟ يعني اعتقد ان يعني تصنيف الدول يعني المتلاعبه باسعار الصرف هو تقرير نصف سنوي تقدمه وزاره الخزانه الامريكيه الى الكونجرس، ويعني تاتي اهميه هذا التقرير وسط التوتر التجاري الحالي بين اكبر اقتصاديين في العالم. يمكن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية وتحديدا في شهر مايو الماضي رفع عدد الدول التي تتلاعب بأسعار صرف عملتها إلى 21 دولة مقابل 12 دولة كانت في التقرير الذي كان قبله مباشرة. ويمكن تقرير شهر مايو اللي هو آخر تقرير قبل هذا التقرير قامت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع 5 دول على قائمة المراقبة، يعني قائمة المراقبة بشأن هل يعني يتم تصنيفها كدول متلاعبة بأسعار يعني بأسعار صرف عملتها أو لا، وتم وضع الصين على قائمة المراقبة. ويمكن يعني أهمية هذا الأمر أيضا أو تناول الصحافة الرسمية الصينية لتصنيف وزارة الخزانة الأمريكية لها كدولة متلاعبة بأسعار يعني عملتها، قالت الصين أن المنظمات الدولية وليس الولايات المتحدة هي المخولة بتصنيف الدول وتحديد ما إذا كانت تمارس سياسات غير قانونية للتلاعب بأسعار الصرف أم لا. ويمكن يعني اخر تقرير او يعني الكلام الرسمي الصيني جاء على لسان السيد لو كان وهو المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه، يعني قال ان انتهاء التقرير الى ان الصين دوله تتلاعب بعملتها يعني يؤدي الى تسييس قضيه العمله، وهو امر غايه في الاهميه، يعني بشان ان الحرب التجاريه بين واشنطن وبكين قد ادت الى تسييسها او يعني عملت واشنطن على تسييسها. ويمكن يعني موضوع اللي هو وضع الصين على قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار يعني بأسعار عملتها أو بأسعار الصرف هو ما ذكره تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني حتى أنه خلال حملته الانتخابية في عام 2016 تعهد وباعتبار بتصنيف الصين واعتبارها دولة تتلاعب بسعر العملة، وأكد على أنه سيسعى للتصدي لممارستها. ويمكن الإدارة الأمريكية تركز في هذه الأثناء على موضوع أسعار الصرف من أجل يعني من أجل فرض المزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تتعمد تقليل عملتها أمام الدولار لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها. هذا بالطبع وفقا للتصور الأمريكي. تفضل. نعم الدكتور نادية، ربما هناك مفاوضات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، لماذا تلجأ الولايات المتحدة إلى المؤسسات الدولية إلى صندوق النقد الدولي لتتقدم بشكوى ضد ما تقول أنه تلاعب في العملة الصينية بدلا من أن تطرح هذه المسألة على طاولة المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة تحاول أن تمارس ضغوطا على الصين وتصنفها كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة. ويمكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تغطي يعني تحاول أن تتملص من موضوع تسييس قضية العملة يعني بين واشنطن وبكين، وقالت أنها واشنطن قالت أنها في الفترة المقبلة سوف تعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على الميزة غير العادلة التي يعني اكتسبتها بكين من خلال تخفيض اليوان مقابل الدولار الى الحد الادنى منذ تحديدا شهر ديسمبر الماضي. ويمكن يعني هناك مفاوضات بالفعل دائره ما بين وزير الماليه الامريكيه السيد ستيفن مانشن مع صندوق النقد الدولي لازاله الميزه التنافسيه
التنافسيه التي حصلت عليها الصين جراء يعني تخفيض عملتها هي يعني عليها تضخم او انفجار التوتر يعني على العلاقات الاقتصاديه المتوتره فعلا بين بكين يعني وواشنطن ويعني ولاول مره الولايات المتحده الامريكيه تقوم بهذا الامر منذ عام 94، لانه منذ عام 94 حتى هذه اللحظه كانت هناك مناوشات امريكيه صينيه بشان تعمد الصين تخفيض سعر عملتها، والرئيس الامريكي دونالد ترامب بالامس تحديدا ندد بالاجراء الذي اتخذته الصين بشان عملتها. ويمكن بكين يعني في منذ شهر ديسمبر الماضي يعني قد سمحت لليوان او الرمينبي العمله المحليه الصينيه بتخطي مستوى رئيسي حوالي سبع يوانات يقابل الدولار الامريكي، وذلك للمره الاولى منذ اكثر من 10 سنوات، مما جعل يعني ترامب يكتب على تويتر يصف ذلك بانه انتهاك كبير واختراق كبير لي يعني واضرار بالاقتصاد الامريكي والامن القومي الامريكي. نعم، صباح اليوم دكتور نادية، بكين حذرت استراليا وكوريا الجنوبيه من ان ينشر صواريخ امريكيه في اراضيهما، هل يمكن ان نضع ذلك ايضا في سياق هذا الصراع المحتدم بين الولايات المتحده وبين الصين، سواء كان هذا الصراع اقتصاديا او عسكريا او سياسيا؟ يعني اعتقد ذلك يعني خاصه مع موقف الصين الداعم لكوريا الشماليه، ويمكن شاهدنا الفئه التاريخيه قام بها الرئيس عقد قمة 20 في 28 و29 يونيو الماضي، يعني قبل قمة ال20 بأقل من أسبوع زار الرئيس. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الصينية، شكرا جزيلا لك على أي حال.